بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل الجزء بتاع الاستنباط في مادة الفاسيليتي. طبعا احنا خدنا introduction to sharing dice، وكانت البداية بتاعتنا قلنا الريفرنس ليكتشر نوت لدكتور زمزم الله يرحمه، والهاند بوك اوف داي ماتيريال داي ديزاين والتول ديزاين. دي كده كانت الهاند بوكس اللي هنستخدمها والريفرنس اللي عندي. هنا ده منتج عندنا عايزين نعمل له استامبا، نفكر ازاي نعمل فيه استامبا. طبعا احنا اخدنا حاجه اسمها يوتيلايزيشن، ازاي احدد وضع الشيت المنتج جوه الشيت، ازاي اقطع الشيت لستريبات، كان في نارو، كان في وايد، كان في افق، وكان راسي، زي ما اشتغلنا في اليوتيلايزيشن. وعملنا بعد كده بعد اليوتيلايزيشن حاجه اسمها سنتر بريشر، اللي هي بتشيك على مكان، او بعديها كنا عملنا سيكونس لي اوت، كنا عرفنا ايه اللي بيتعمل الاول. بعد كده عملنا تشيك على حاجه اسمها سنتر بريشر. ده كده خطوات اخدناها قبل كده. دي شغله قدامنا دلوقتي، دي شغله قدامنا كده قدامنا بالمنظر ده. ده وضع للعينه بتاعتنا، ده كده شكل للعينه، يوتيلايزيشن بتاعها افقي بالمنظر ده كده وايد بالعرض. والناحيه الثانيه او بي، ده ايه يوتيلايزيشن الويث بتاع الشيت او الستريب هيبقى كبير. هنا بي هيبقى اليوتيلايزيشن بالطول، ده موجود وده موجود. الشغله اللي قدامي دي بيتعمل فيها حاجتين، بيتعمل فيها بيرسينج وبلانكينج. ده المنتج اللي انا عايزه في الاخر، ده المنتج النهائي اللي انا عايزه، بيتعمل فيه بيرسينج وبلانكينج. بعد ما عملت بيرسينج وبلانكينج عايز اشوف الاسطمبه بقى شكلها عامل ازاي. ده الاوتلاين للاسطمبه، ده اوتلاين للاسطمبه بتاعتنا، شكله عامل ازاي او ايه اللي فيه بالظبط. ده الاوتلاين زي ما قلنا. عندي هنا ده حاجه اسمها شانك. شانك ده الجزء اللي بيركب في المكبس، ده الفراغ ده كده بيقصد هناك في فراغ، في بيلر عمدان، بيلر عمدان. البيلر دي الاسطمبه دي طالعه نازله طول النهار، فلازم يكون فيها ريفرنس، لازم يكون فيها ريفرنس معين او شكل معين. فعشان كده بحط حاجه اسمها بيلر. عندي مجموعه بنشاط، ما لو نرجع للرسمه اللي فاتت كان عندنا بيرسينج وبلانكينج، اتنين بانش بيعملوا بيرسينج وبانش بيعمل بلانكينج. ببتدي بالاول بالبيرسينج وافنش بالبلانكينج، يبقى ادي كده بانش وادي بانش تاني اهو، نغير باللحظه، ادي بانش وادي بانش، دول البيرسينج بانشز وده البلانكينج بانشز. تمام، البلانكينج بانش. طيب البانشات دي بتركب في الابر شو سيت بتاع الداي، داي سيت ابر شو. اللي تحت ده اسمه ستريبر، البانش بينزل جوه الستريبر، يعني التقبين دول قصادهم تقبين هنا، يعني التقب ده البانش ده بيركب قصاده هنا تقب، هنا بيخش فيه ونفس الكلام بيعدي فيه بثرو منه. الدايمنشن بتاعت الستريبر بيكون اكبر شويه من الدايمنشن بتاعت البانش، يعني التقب اللي موجود في الستريبر بيكون اكبر شويه من التقب اللي موجود في البانش، يعني او البانش، يعني لو البانش بتاعي 10 بعمل الستريبر ده متقوب بقطر مثلا 11 12 مللي، يعني ما زودش كتير قوي. يعني المنتج اللي عنده العمليه دي، لو بصينا المنتج داخل في الاتجاه ده، المنتج داخل في الاتجاه ده، بيخش يتعمل اول ستيشن بيتم فيها عمليه البيرسينج، بعد كده باخد الستيشن دي ادخلها على الستيشن اللي بعد كده بيتعمل فيها عمليه البلانكينج. فهنا ده السكراب بتاعي. ليه قلت سكراب؟ لان العمليه دي بيرسينج، والبيرسينج معناها انا باخد الشيت وبرمي اللي بيقع، انما دي بلانكينج لان ده المنتج مش سكراب. فين السكراب؟ هو بقيه الشيت. يبقى ده كده يعتبر سكراب في الستيشن الاولانيه، في الاستيشن الثانيه الدروب بارت يعتبر المنتج النهائي. فانا دخلت من هنا لازم اقف في مكان معين، ستوب، فينجر ستوب، فينجر ستوب بستخدمه مره واحده في الكيس دي، يخش المعدن في اول ستيشن يقف هنا يعمل القطع بتاعتنا. طب عايز اجيب الاستيشن الثانيه، ده بلغيه بقى، ده بسحبه لبره، عباره عن سلايد، بدخل الشيت لجوه. هنا بقى الجزء الاوتوماتيك ستوب. اوتوماتيك ستوب هي حاجه ريليتد للحركه بتاعه الاسطمبه، يعني طالع نازل، يعني هو ده المسؤول عن البوزيشن بس بعد الاوتوماتيك الفينجر ستوب، يعني بعد الاستيشن الاولانيه بستخدم مره واحده فينجر ستوب، بعد كده على طول اوتوماتيك ستوب،
يعني انا عندي one finger stop وبكمل بعد كده كله automatic stop. ده اوتلاين كده شكل الايه اجزاء بتاعت الاسطمبه. عند الجزء اللي فوق ده البانش هولدر اللي بيمسك فيه البانشات. في بانش بليت وفي بانش، ده بانش بليت وده بانش بيرسينج بانش. طبعا بيركب كل ده فين؟ البانش بيتسقط جوه البانش بليت، والبانش بليت بيتركب في الابر شو في البانش هولدر او الداي سيت. تاني البانش بيتسقط جوه البانش بليت، وانا باخد البانش بليت كله اثبته فوق هنا، يبقى انا ده اللي بيحصل معايا. البانش بيتسقط في البانش بليت وبعد كده باخده فوق. لما يكون بلانكينج بانش، البانش كبير فمحتاج مش محتاج بانش بليت، هو انكلودد فيه البانش بليت بتاعه، ده بقى بانش كبير، ده بلانكينج بانش. ايه اللي بيركب بقى هنا؟ هنا بيركب دايركت على البانش على الابر شو اللي فوق ده، بيركب دايركت فوق بدل ما بركب ده فوق عشان البانشات صغيرة، هو ليه واحدة زيه بتركب فوق زي ما قلنا قبل كده. في حاجة اسمها بايلوت. بايلوت ده المسؤول اللي هو يعمل سنتر لعملية القاطح اهو. البايلوت ده بيبقى راكب على وش البانش على وش البلانكينج بانش، ومربوط بفوق بحاجة اسمها ايه بايلوت نوت. يعني ده راكب كده يخش ثرو، بيعدي ثرو البانش البلانكينج بانش ويتربط من فوق بده، وكل ده بيركب في الايه في الابر شو. في حاجة اسمها جام نوت او السكرو هيد لعملية القطع. ده هو الاوتوماتيك، ده جزء من الاوتوماتيك ستوب ده، والجزء ده برضو ده الجزء التاني بتاع الاوتوماتيك ستوب. هم المسؤولين على عملية التركيب بتاعتنا. طيب في حاجة اسمها ستريبر. ستريبر ده بتمسك على الشيت اثناء القطع، لازم حاجة تمسك الشيت عشان ما يحصلش رينكلينج او السحب. الشيت بيخش دايركتد ما بين حاجتين مهمين جدا، البلاك جيج الباك جيج والفرونت سبيسر. دول اللي بيحددوا المكان اللي بيخش فيه الشيت، يعني الشيت بتاعي بيتخش في الحته دي. طبعا المسافه دي ادجاستبل، طبعا المسافه دي كده ادجاستبل حسب تخان عرض الشيت. طب ايه تاني؟ زي ما انا عندي في بنشات عندي ضيات، ادي الداي بلوك اهو، داي بلوك ده في هنا داي اهو، دي بتاعت البيرسينج داي ودي بيرسينج داي وده البلانكينج داي، هو عاملها حته واحده. طبعا دي كلها بتركب في مين؟ في اللور شو. يبقى انا عند الابر شو راكب جواه، راكب عليه البانش بليت، ومتركب جوه البانش بليت الايه البانشات البيرسينج بانش. ده كده البلانكينج بانش، عليه البانش بليت بتاعته بركبها فوق على طول. راكب جوه البانش بتاعي بلانكينج بانش في الاثنين بايلوت بتوعي، وعندي هنا السبيسرز اللي بتحدد العرض، وعندي الكلام ده كله اللي هي الداي اللور شو بتاع الداي، وعندي هنا الستريبر بتاعتنا. دي اجزاء تانية. ده شكل البانش بتاعنا البيرسينج بانش اهو. طبعا بيتعمل بكذا قطر، ده القطر اللي انا عايزه، وده القطر اللي بيتشحط جوه، ده اللي بيتشحط جوه بيبقى كليرانس فيت جوه البانش بليت، وده الدماغ اللي فوق اللي بتبقى ان كونتاكت مع الابر شو، بيعرضها كده عشان يقلل البيرنج، بيعرضها كده عشان يقلل البيرنج. انما الكبير هنا عندنا مين؟ ده البانش، ده البلانكينج بانش، حجمه كبير، حجمه كبير، فهو كده كده بيركب دايركت فوق. اللي فوق ده ايه؟ ده داي بلوك، دي الاسطمبات. يعني من الرسمه اللي قدامي ده كده الاليفيشن بتاعها، مثلا بافتراض ان ده الاليفيشن، عندي هنا في تو دايز بتوع البيرسينج، ودي الداي بتاعه البلانكينج، وده السيكونس لي اوت بتاع القطع. يعني انا هبتدي الاول باتنين بيرسينج وبعد كده اعمل بلانكينج عندي. ده شكل البايلوت. طبعا بيتعمل بهيمسفير من هنا عشان يخش على طول على العينه بتاعتي، يبقى سهل. ده بقى ايه البانش بليت. لاحظوا بقى ايه البانش بليت، في مكان للمسامير. طبعا المسمار بيركب من تحت لفوق، لان انا عندي ده بيركب على الابر شو اللي هو من فوق، وده بيسقط من هنا في البانش. يعني الاثنين دول هما مكان البانشات، واللي تحت ده كده هو مكان المسمار اللي عندي. يعني ده كده هو المسمار بيركب في المكان ده. طبيعي يا جماعة احنا عارفين ومتأكدين البانش بليت ده راكب جوه البانش عن طريق كليرنس فيت زي ما قلنا، والبانش بليت راكب في مين؟ في الابر شو. يبقى لازم يركب بمسامير وايه
لوكيتور. ادي الاربع مسامير بتوعنا اهو، ادي 1 2 3 4 وفي 2 لوكيتور، ادي لوكيتور وادي لوكيتور. يعني ايه لوكيتور؟ فيت فيتنج بن، بن داخل كي بكليرنس معين عشان يظبط اللوكيشن. المسمار ما بيعملش لوكيشن، المسمار بيعمل تركيب، بيعمل اسامبلي. لوكيشن لازم حاجه تعمل ايه؟ فيتنج بن او اللوكيتور بتاعنا ده. ده الفينجر ستوب اللي اتكلمنا عليه من شويه، اللي بيخش على وش الاسطمبه يعمل الكلام بتاع البوزيشن. عندي خطوات معينه في 14 خطوه او الخطوات الاساسيه ازاي اعمل اسطمبه. احنا بنتكلم الخطوات العامه، هناخد بعد كده كل جزء لوحده. طيب اول حاجه انا بعمل يوتيلايزيشن، حددت اليوتيلايزيشن، انا عملت اليوتيلايزيشن بتاعي، لقيت ان انا هشتغل بالديزاين ده تمام، اللي هو النارو، النارو شيت او النارو ستريب سيكونس لاي اوت. انت عندك هنا هتعمل ايه؟ تعمل حاجتين. يبقى الاستيشن الاولانيه هعمل فيها بيرسينج، الاستيشن الثانيه هعمل فيها بلانكينج. اهو ده اللي عندي هنا، الشيت بتاعي اهو ده الشيت، بيتقطع في المكان ده بيرسينج، بيتقطع في المكان ده بلانكينج. هي دي اساسي، هي دي رسمتي اللي انا هاخدها، هي دي الاساس بتاعي. وده شكل الشيت بتاعي هنا، ده سكراب وده منتج، انما في الكيس دي بيبقى هو ده السكراب في الاخر. اول حاجه حددت البوزيشن اللي انا هعمل فيها، طبعا ده جاي منين؟ من السيكونس لاي اوت. يعني حاطط السيكونس لاي اوت كده اهو، وابتديت ارسم اهو. المكان ده بيتعمل، المكان ده كده بيتعمل فيها يا شباب، بيتعمل فيه البيرسينج، والمكان ده بيتعمل فيه البلانكينج. هو ما انا حاطط الداي بلوك، ادي الداي بلوك بتاعتي، دي الداي بلوك بتاعي اهو، ده الاليفيشن بتاعها وده السايد فيو بتاعها، يبقى عندي كده. ومن فوق عامل البلان بتاعها من فوق، ادي الداي بلوك ده كده، الداي بلوك اهو، وده الشيت داخل الستريب داخل في الاتجاه ده كده اهو تمام. وادي عمليه ايه؟ القطع بتاعتنا، ادي القطع بتاعنا بيتم هنا وبيتم هنا، القطع بيتم في المكان ده والقطع بيتم في المكان ده تمام. يبقى دي اول ستيشن عندي، عملت الداي بلوك بتاعي، رسمت بعد ما رسمت سيكونس لاي اوت عملت الداي بلوك. الستيشن الثانيه كل داي هيركب فيها البانش بتاعها. خلي بالك انا بركب، بعمل الشيت في الكيس بتاعتي، بعمل الشيت بتاعي مقطوع، يعني انا العمليه ان بروسس ان بروجريس. يعني هنا ايه؟ البانش قاطع داخل، يعني لو ركزت هتلاقي البانش داخل حوالي ملي او 2 ملي بعد الشيت. يعني ادي الشيت اهو، هو داخل بعديه 2 ملي قطع، يعني خلص. مين ده؟ ده البلانكينج بانش، ده كده البلانكينج بانش بتاعي، ده كده هو البلانكينج بانش بتاعي اهو تمام، ده كده البلانكينج بانش بتاعه بالمنظر قدامي ده كده، ده البلانكينج بانش اهو، ده البلانكينج بانش بتاعه. هنا البلانكينج بانش راكب جوه الايه؟ الداي بلوك بتاعته. السيشن اللي بعد كده هبتدي احط البيرسينج بانش، هركب تو بيرسينج بانشز زي ده بالظبط، زي ما ركبت ده نازل جوه الشيت، جوه داخل جوه الاسطمبه. انا برسم الاسطمبه مغلق، برسم الاسطمبه مغلق، يعني البانشات جوه الشيت بتاعي، قطعت الشيت ونزلت، انا برسم اسطمبتي مغلقه. يبقى انا كده دخلت كده قاطع الشكل بتاعي، ادي الاثنين بيرسينج بانشز اهو. هم جاي عايز اثبت البيرسينج بانش، البيرسينج بانش والبلانكينج بانش لازم يتثبتوا ايه؟ بانش بليت، ده بانش بليت مسقط فيه، انا مسقط فيه مين؟ مسقط فيه البانشين اهو، ما البانشين راكبين جوه اهو. يبقى هنا سقط البانشين بتوعي بالمنظر ده قدامي ده كده، يبقى البانشين اهم ده كده، البانشين بتوعي بالمنظر قدامنا ده كده اهو، ادي البانش وادي بانش تاني اهو تمام. يبقى انا كده في الاستيشن دي حطيت البانش بليت، او في الكيس دي حطيت البانش بليت. اللي بعد كده بعد ما ركبت البانش بليت هركب البايلوت. ايه هو البايلوت ده؟ اهم الاثنين بايلوت اهم، البايلوت دول طوبين مركب فيهم عمود، العمود ده المسؤول عشان يخلي سنتر القطعية هو سنتر البيرسينج. يعني يبقى التوبين دول، يعني انا عملت في الاستيشن الاولانية تو هولز، هنا هركب تو بايلوتس يخشوا في التو هولز اللي انا عملتهم عشان اضمن السنتر، اضمن السنتر.
يعني في الاستيشن دي ابتدي اجمع البانشات وبحط البايلوت بتاعي. طبعا بحط بايلوت في الكيس دي بس، مش هحط 100 بايلوت في العمليه يعني. البايلوت ده بيتربط بفوق بايه؟ بايلوت نوت، حاجه ماسكاه صاموله. في 5000 طريقه للتجميع، احنا بنتكلم على الطريقه اللي قدامنا بس، في كذا طريقه لتثبيت ممكن ادخله شحط على فكره، ممكن ادخله من غير القصه دي كلها، اعمله شحط وخلاص ارتفاع معين، بس البايلوت لازم يكون هيم سفير عشان يعرف يخش. طب انا بعد ما انا ركبت البانش بتاعي، عايز اركب الفرونت والباك جيج، او الباك جيج والفرونت سبيسر. ادي الباك جيج والفرونت سبيسر، دول بيركبوا فين؟ على وش الداي بلوك، على وش الداي بلوك. والداي بلوك دي اصلا، ادي الداي بلوك اهي، الداي بلوك دي متركبه فين؟ متركبه على مين تحت؟ على اللور شو، الحته اللي تحت. يبقى في داي بلوك وتحتيها اللور شو، طبيعي هتركب فيها ازاي يا شباب؟ زي ما سالنا فوق، زي ما ركبت البانش جوه البانش بليد، ده انا بركب الداي بلوك جوه على اللور شو عن طريق مسامير لوكيتنج، طبعا مسامير الانكيهات كلها لوكيتنج، مسامير فاستنرز، ومركب اللوكيتنج بن. يبقى هي برضو تحت زي فوق، يعني دي كده هتركب بلوكيتنج بن، لوكيتنج بنز، وهتركب بمسامير. ده هيركب بلوكيتنج بنز ومسامير، وده برضو على فكره ده راكب بلوكيتنج بنز ومسامير. بعد ما ركبت الاثنين دول هبتدي احط الفينجر ستوب. بصوا بقى هنا الفينجر ستوب ده كده الفرونت سبيسر، انا فاتح فيه فتحه بزق في دي مانيوال على فكره، دي تبقى مانيوال. بركب الفرونت سبيسر بتاع سوري الفينجر السبينجر ستوب. هو ايه الفينجر ستوب ده؟ ما احنا اتفقنا العمليه دي بتتم على تو ستيشنز. الستيشن الاولانيه بعمل التو هولز بتوعي، بعد ما عملت التو هولز بتوعي عايز اخش على الستيشن الثانيه اللي هي البلانكينج. فالاولانيه بتتعمل مره واحده في الشيت. يعني ايه الكلام ده؟ لو الستريب ده فيه 50 شغله معناها اول مره يخش هعمل مره واحده الايه بالاوتوماتيك ستوب، وبقيه ال 50 هيتعملوا بين بالاوتوماتيك فينجر ستوب في الاول، بقيه ال 50 هيتعملوا اوتوماتيك ستوب. ايه اللي انا عملته هنا؟ ابتديت اجمع بقى الاستامبه بتاعتي، ركبت هنا بقى الاوتوماتيك ستوب. هناخد تصميمه لو ربنا كرم وقدرنا ناخد تصميمه، بس انا متوقع ان انا مش هقدر اديكم تصميم. بس خلينا دلوقتي في حاجه اسمها فينجر ستوب، في حاجه اسمها اوتوماتيك ستوب. اوتوماتيك ستوب ده اللي ايه؟ ده اوتوماتيك، ما هي زي ما قلت لك الفينجر ستوب بستخدمه مره واحده، فهعمله مانيوال، هعمله مانيوال. انما الاوتوماتيك ستوب بستخدمه 50 او 70 او 100 حسب الشيت بتاعي عامل ازاي، فده لازم يكون اوتوماتيك، فبيكون مربوط بطلوع ونزول الاسطمبه بتاعتنا. تمام، ده بيسموه البولت بتاعه او النات، دي كده بيسموها الجام نات، وده بيسموه الاستاد بتاع الاستاد اللي هو المسمار يعني بتاع العمليه بتاعت الاوتوماتيك ستوب. انا عايز اعمل بعد كده ايه؟ بعد كده ابتديت اجمع بقى الاسطمبه بتاعتي، ابتدى اجمع. اهم حاجه بعد انا عندنا يا جماعه في بنشات وفي ضايات. البنش راكب في بنش بليت، والبنش بليت راكب في الابر شو. الداي راكبه في الداي بلوك، والداي بلوك او هي الداي بلوك على بعضها في الكيس بتاعتنا كلها على بعض، لانها ممكن اعمل حاجه اسمها انسرت. ادي الداي بلوك بتاعتي راكبه على الابر شو اللور شو بمسامير برضو لوكيت. تمام، في حاجه اساسيه في العمليه دي كلها اسمها الاستريبر. الاستريبر ده اثناء القطع، لو مش موجود الاستريبر العمليه كلها فشلت، ما ينفعش، لازم يكون موجود عندي حاجه اسمها استريبر. الاستريبر ده بتبقى متخلق فيها او متفتح فيها الاخرام بتاعه الهولز بتاعت مين؟ بتاعت البنشات. ما البنشات بتكمل، ما دي فوق وش الشغله، انا مجمع فوق، بص فوق ايه؟ ادي ايه الاستريبر اهي، هي دي الصغنطوطه قوي، دي الاستريبر دي كده اللي فوق دي اهي. فانت عندك البنشات مكمله فيها، مكمله جواها. تمام، البنشات مكمله جوه الاستريبر بتاعنا. التوبين ده ما قلنا بيكونوا اكبر شويه، يعني التوبين دول بيكونوا اكبر. ليه ما يعملوش قده بالظبط؟ لا انا مش عايز اخلي احتكاك، طبعا هو البنش هياكل الاستريبر كده كده، لو هو قطر قده هياكله، لان البنش ناشف، البنش ماده متعالجه عمل لها هيت تريتمنت، انما الاستريبر لا، ده ستيل عادي كوميرشال يعني، ده علوش لود كبير يعني. بعد ما عملت كده ابتديت اجمع الاستامبه بتاعتي، ابتديت اجمع الاسامبلي بتاعت الاسطمبه بتاعتي. بص بقى معايا، ادي اللوكيتنج بن وده المسمار، لوكيتنج بن ده مسمار اهو، وده لوكيتنج بن
فهمتوا؟ فانا عندي كل في كل طبعا انا مش هقول لك في الاسطمبه ارسم مسامير لكل الاجزاء، انت هتبين لي بانش منهم او داي منهم، داي بلوك تبين فيه الكلام ده، مش لازم يترسم في كل الاسطمبات طبعا. هنا ابتدى يجمع بقى يبين البيلر، مين عمنا البيلر ده؟ الاسطمبه دي طالعه نازله طول النهار، الاسطمبه دي طالعه نازله طول النهار، لازم يتركب لها جايد بيلر، ده الشنك زي ما قلنا قبل كده، ده البيلر بتاعي، البيلر ده لازم يكون جايدد، بيكون هنا حتى انا ايه جايد بوش بيتعمل من النحاس عشان ده ما يتاكلش معايا، لان ده طول النهار طالع نازل، الاسطمبه طالع نازل، ده بيتحرك، ده طالع نازل معايا طول النهار. يبقى هو ابتدى يجمع الاسطمبه بالمنظر ده كده، ده الاسامبل بتاعت الاسطمبه. انا مش هقول لك في الامتحان ترسم لي الفور فيوز دول، انا يا عم محتاج بس ترسم لي تو فيوز. هو طبعا في الامتحان مطلوب منك تبين لي الاسطمبه اجزائها، لما تبص هنا ادي اللور شو، ادي الداي بلوك، ده البيرسينج بانش، ده البلانكينج بانش، دي الاستريبر، ده البيلر، ده البايلوت، ده الشانك، ده الابر شو، طبعا هنا في ده الاوتوماتيك ستوب، ده مكان الفينجر ستوب اهو، فينجر ستوب، ده الاوت لاين بتاع الاسطمب، ده الاوتوماتيك ستوب اهو من فوق، وهكذا. دي كده اجزاء الاسطمب، ودي رسمه تانية للاسطمب. شكرا.